توهج، حقق بطولات كتير مع النادي الاهلي. كابتن محمد جوده هو ضيفنا النهارده في السادسه، اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا وسهلا استاذ احمد بحضرتك، مبسوط جدا ان انا في قناتنا كلنا يعني طبعا، ومتشكر جدا على الكلام والمقدمه الجميله انت دي. انت تستحق اكتر من كده الحقيقه، انت صاحب مشوار مهم ومرحله مهمه جدا مع النادي الاهلي، ورغم انك انت احترفت في انديه كتير جدا، لكن بيتهيالي انه محطه الاهلي بالنسبه لك غير انها محطه انطلاق وبدايه توهج، لكن يعني في مشوار اي لاعب لما يكون مع فريق كبير بحجم النادي الاهلي ويحقق الكم الكبير جدا من البطولات بتبقى بالتاكيد مرحله مهمه جدا ومحطه مهمه جدا في حياتك. اكيد طبعا كلام حضرتك مظبوط 100%. طبعا مع احترامي طبعا لكل الانديه اللي لعبت فيها، انديه طبعا محترمه وانديه كبيره بكن لها كل احترام وتقدير، ولكن يبقى حتى اسمي، حتى يعني الواحد بيمشي في الشارع محمد جوده لاعب النادي الاهلي، محمد جوده لاعب النادي الاهلي السابق، يبقى الاسم يعني الحمد لله، الحمد لله مرتبط بنادي كبير زي النادي الاهلي يعني. امتى دخلت النادي الاهلي لاول مره؟ ده من اول مره وانا تقريبا عندي 9 سنين يعني. وانا عندي 9 سنين كان معايا مجموعه كبيره جدا من اللعيبه يعني، كان الجيل مواليد 79، كان امير عبد الحميد موجود، كان ابراهيم سعيد، الناس اللي كملت حسن مصطفى، مش عايز انسى حد، احمد صلاح حسني طبعا. ايوه بس وكملنا يعني لغايه الفريق الاول من وانا عندي 9 سنين تقريبا. المحطه او اللحظه اللي ابتديت تلعب فيها مع الفيرست تيم في النادي الاهلي، تمام. النقله دي حصلت ازاي، ومين المدربين اللي كانوا ليهم بصمه مع كابتن محمد يعني جوده؟ طبعا يعني حلم اي ناشئ او اي حد بيلعب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان يلعب فريق اول. أيوة. ويمكن عايز اقول لحضرتك ده كان يعني بالنسبه لنا كلنا حتى ما بنيجي نتكلم بنقول يا مستحيل ان احنا نطلع نلعب فريق اول. فلسطين دي حقيقه يعني. هم مش لعيبه كتير بتبقى من الناشئين بتطلع تلعب فيرست تيم يعني، قليلين. اكيد طبعا انا بتكلم عموما قبل حتى ما يطرح اسامينا يعني ان احنا نلعب. فالمهم يعني كان مستر هولمان هو اللي موجود يعني، يمكن اول واحد اللي دربت. كان في النادي الاهلي كان داخل في بطولتين، بطوله عربيه ودوري ابطال افريقيا يعني فاكر. فكان في فريق سافر هنا وفي فريق من هنا، طلبوا ناس في الناشئين، والحمد لله طلعنا يعني. وكنت طلعت انا وابراهيم سعيد واحمد صلاح يعني كذا حد كده، الحمد لله طلعنا وكملنا يعني. اول ماتش ليك في الفيرست تيم مع النادي الاهلي، دايما بيقولوا حتى النجوم الكبار قوي اول في تاريخ النادي الاهلي يقول لك فنيه النادي الاهلي تقيله. طبعا النادي الاهلي تقيله على اي لعيب مهما كانت امكانياته ومهما كانت جماهيريته. يمكن اول ماتش رسمي ليا كان في البطوله العربيه في استاد القاهره، كان على ما اتذكر قدام الشباب السعودي. يمكن كسبنا 3-0. يمكن اول ماتش ليا احرزت هدف، كنت انا احرزت هدف، كابتن حسام حسن احرز هدف، وكابتن سيد عبد الحفيظ احرز الهدف الثالث. حتى اول مباراه برضو ليا على المستوى الافريقي كانت امام شوتينج ستارز في نيجيريا هناك، وبرضو احرزت الهدف الاول يعني. الحمد لله دايما يعني البدايات يعني الحمد لله كانت كويسه. انت كنت شويت، كانت رجلك ما شاء الله. ده اللي حصل ده اللي وكنت حصل. كنت من لعيبه النص اللي دايما بيكملوا مع الفراوده يعني، في لعيبه نص دايما ممكن يقضي مشوار حياته كله في فريق ما جابش جوال، لكن انت كنت ما شاء الله بتكمل وبتزيد يعني عايز اتخطى اصلا يعني نقطه الكلام عن ان انا اتكلم عن نفسي دي يعني، ولكن فعلا المفروض يعني الطبيعي حتى اما بنقول حتى دلوقتي بالمسميات الجديده رقم 6 ورقم 8. أيوة. لازم رقم 8 يتقدم شويه، حتى لو 6 تقدم لازم 8 يقف. دي كنت بعملها وعملتها في سنه من السنين بصوره كويسه جدا جدا، كان مع حسام غالي. ما كانش حد يعرف مين 6 ومين 8، كان لو هو طلع وانا بقف والعكس صحيح. يمكن احرزت تقريبا 9 اهداف او 10 اهداف الموسم ده، وحسام غالي برده 8 اهداف. فيعني حتى اما الواحد بيجي يطلع يحلل الماتشات بيطلب من لعيبه وسط الملعب ان هي تزيد وتشوت، لان دي احد الحلول يعني. الجيل بتاعكم الحقيقه يمكن انت حققت 10 بطولات تقريبا مع النادي الاهلي تقريبا يعني.